كانت الدورة العادية شهر ماي، كانوا فيها نقاط اللي هما كانوا مهمين تهموا المحطة الطرقية. كانوا بعض التعديلات اللي كانوا النقاط اللي هو تعديل واحد نقطة 3 و 5 3 و 4 و 5 و 6، كان التصويت عليهم بالإجماع بالأغلبية المطلقة، وكانت درنا التمثيلية ديال الأعضاء اللي تمثلوا المجلس الجماعي في هذه المحطة الطرقية، اللي هما كان انتخاب ديال 6 ديال الأعضاء، كان بالتوافق بالتمثيلية السياسية. كيف كان الشعار ديالنا هو حنا التمثيلية السياسية فوق كل شيء ديال كل حزب، تمثلنا في التمثيلية ديال كل حزب في أي مجال من المجالات اللي فيهم التمثيلية المجلس الجماعي. وكان توافق والحمد لله دازت الأمور في ظروف جد حسنة، وكان نقاش عالي جدا من الأعضاء، وكانوا التوجيهات بالنسبة للناس ديال بالنسبة لاكرياسيون ديال الاس دي ال، وعطاو أفكار وجابوا الإكراهات اللي تعانيوا منها، لا النقالة ولا الكورتية كتنقولوا ولا جميع المحيط تاع المحطة الطرقية القديمة. وكان وسطرنا قلنا بأنه راه حتى السيدة الرئيسة هز الهم لهذا الهموم ديالو. هذا هو النقاش اللي كاين عندنا ديما في المحطة الطرقية، هو أنه لابد ما نحافظوا على القطب الاقتصادي تاع باب تكالا، لكن تم الانتقال ديال هذيك المحطة باش نحافظوا على القطب الاقتصادي تاع باب تكالا، ما ينزلش الاقتصاد ديال هذيك المنطقة.